ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام. مرحبا بكم ناس الكل انتم في الاستماع لإذاعة الحياة فام في موعد جديد من ريكاب ميدي من توا حتى لساعتين. مش نرجو على أبرز الأخبار على صعيد المحلي والوطني بمختلف اهتمامات التوينسا. تنجموا تسمعونا على البوندا فام 90.3 وإلا على الباج فيسبوك متاعنا إذاعة الحياة بالعربي مقابلتها بالفرنسي الحياة فام، وبيان تسمعونا زيدا على لايف ستريمينج الحياة فام .net. رحب بفريق عمل معايا إمنا بوخيت في الإخراج التقني للحصة وسهيل في الديجيتال. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام. شنو يستنى فيكم لليوم في ريكاب ميدي؟ باش نرجعوا على البرمجه الثريه لمهرجان المدينه في القيروان، باش نرجعوا عليها باكثر تفاصيل. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تدعو وزارة التجارة إلى سحب منتوج كيندر من الأسواق المحلية. ارتفاع مشط في الأسعار ووزارة التجارة تمنع تصدير بعض الخضروات خارج حدود الوطن. استفحال ظاهرة البركاجات في المجتمع التونسي، باش نرجع على هذا الموضوع في جهة القيروان. وفي ديفيغ نيوز لليوم باش نرجع على الدينار التونسي والوضع الاقتصادي. دينار التونسي يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار خلال 3 سنوات. هذا وأكثر يستنى فيكم لليوم في ريكاب ميدي من توا حتى لساعتين. مرحبا بكم الناس الكل. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. نهار و17 دقيقة على إذاعة الحياة فام. ريكاب ميدي تتواصل معكم حتى لساعتين، وكل عادة البداية تكون بالأكتواليتي. أكتواليتي. الأكتواليتي. في الأكتواليتي لليوم باش نحكي على احتياجاتنا للثقافة للفن. ما أحوجنا اليوم باش نلقاو يعني مجال للمراوحة بين الثقافة والفن، العروض المسرحية والعروض الفنية. إيبا الدورة السادسة من مهرجان المدينة في القيروان من 19 حتى 30 أفريل. باش نعرفوا أكثر تفاصيل على هذه البرمجة الثرية اللي تنتظركم مع السيد خميس المسهلي مدير المركب الثقافي أسد بن الفرات بالقيروان. سي خميس المسهلي عاصمة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فام. أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بكل السادة المستمعين، بكل العاملين بذات الحياة فام العزيزة. مرحبا بكم، كل عام وانتم حيين بخير. وانت بألف خير سي خميس. إذن لو كانت تعطينا فكرة على البرمجة لمهرجان المدينة في القيروان، تنطلق نهار 19 أفريل تتواصل حتى لـ30. بالفعل، ومهرجان المدينة حبينا السنة يكون فيه نقلة نوايا، يكون فيه يعني عروض خاصة جميلة إلي بعد عامين كورونا، عامين إلى البؤس، سنتين عجاف كما يقولوا. رجعنا للعمل الثقافي الميداني، المركبة الثقافية بطبيعة الحال ديما يعني ينضوي تحت مندوبية الجوية للشؤون الثقافية اللي هي الإطار المشرف الأساسي لهذا المهرجان. مندوبية الشؤون الثقافية بالتعاون مع المركب الثقافي والمركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بالقيروان، إلى جانب عديد الأطراف الأخرى اللي هي ما يعني أمبليكي في مهرجان المدينة، كما بيت الشعر القيرواني اللي مش يحتضن سهرة أدبية شعرية، كذلك المكتبة الجهوية اللي مش يحتضن نشاط فكري أدبي، كذلك في شهر رمضان جمعية المهرجان الدولي للمولد النبوي الشريف والاحتفالات الدينية. ربما تقول لي علاش المولد النبوي الشريف في رمضان، أقول لك لأن زاد جمعية الاحتفالات الدينية كذلك مش يكون لها دور في هذا المهرجان. وكذلك عديد الأطراف الأخرى. أن حفل الافتتاح مش يكون إن شاء الله يوم الثلاثاء المقبل 19 أبريل بخرجة قروية يعني تمثل كل الفنون التراثية الموجودة متواجدة بالقيروان، كما البنجة، كما الحضرة النسائية، كما الاسطنبالي العيسوية، كاليس القروان بما فيه يعني من كما نقولوا نحن الفقرة النسائية، مع 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 بعض الجوانب الأخرى اللي مش شوفوها في
كافتتاح للمهرجان مش يكون نهار الثلاثاء ان شاء الله. انت وقتاش الوقت انطلاقا من الاربعه نتاع العشيه؟ أيوة. قبل يعني المغرب. أيوة. باش يكون هذاك انطلاقه و في دار الثقافه الانطلاقه الصراف باش يكون انطلاقا من باب تونس على يعني على المدينه العتيقه الى باب الجلادين، كذلك ننطلقوا يمينا الى القرقبيه فساحة سبحان الله، لنعود بعد ذلك الى ساحة الفنون قدام المراكب الثقافية. هذا مش يكون استعراض ان شاء الله، مش يكون استعراض ناجح ان شاء الله. في ليلتها يعني في الليل ان شاء الله يوم كما نقول مازلنا في نهار 19 باش يكون الافتتاح الرسمي بعرض فني كبير للفنان لطفي بوشناق بالمراكب الثقافي. هذا بالنسبه لليوم الاول. اليوم الثاني بالمركب الثقافي كذلك عرض الفنان، هو معلن ديجا عرض الفنان الكوميدي لطفي العبدلي شيكون نهار 20 أفريل بداية من الساعة 10 ليلا بالمركب الثقافي كذلك. نهار 22 أفريل عرض للإنشاد الصوفي رجال صبرة بقيادة المايسترو أنيس اللجمي إنتاج المركز الوطني للفنون الدرامية والركحي بالقيروان، مش يتم في ساحة باب الجلادين، هذا عرض فني مفتوح. نهار 22 أبريل انطلاقا من الساعة 10 باب الجلادين ليلا. يوم 23 أبريل عندنا زوز تظاهرات، التظاهرة الأولى بالمركب الثقافي عرض في الإنشاد والروحانيات عرض المداح لشكر العياري بالمركب الثقافي، كذلك في نفس التوقيت أمسية شعرية سهرة موسيقية إنشادية ببيت الشعر التونسي، هذه الليلة نظمها بيت الشعر التونسي. هذه الليلة الشعرية بالذات. نعم. يوم 24 أفريل للأطفال نصيب في هذا المهرجان، مش نقولش في تونس غيرتها. نهار الأحد 24 أفريل 10 صباحا عرض مسرحية الساحرة بهرام، وهو عرض محترف بامتياز لمركز الفنون الدرامية والرقية بالقيروان في المركب الثقافي 10 بتاع الصباح. ليلا يوم 24 أفريل في نفس اليوم عرض اسطنبولي ولاد العجمي لأنيس الهاني بالمركب الثقافي، ممكن ياسر يكون في مسألة وسط بالمركب الثقافي. يوم 25 أبريل الساعة 10 ليلا سهرة المالوف عرض مواهب بقيادة الأستاذ حاتم دربال، وهو عرض فني يعني كبير، عرض ليلة المالوف، ونحن نعرف المالوف في رمضان وكلها وفي بالرائحة الموسيقية اللي نجم نستخلصها بالمركب الثقافي كذلك. 25 أبريل يوم 26 أبريل مش يكون عندنا عرض مسرحية المايسترو للكوميدي بسام الحمراوي بالمركب الثقافي 10 ليلا. نعم. يوم 27 أفريل 10 ليلا مش يكون اللي هي ليلة 27 الليلة الكبرى في رمضان، ليلة 27 رمضان مش يتم عرض في الإنشاد الصوفي فتح السر بقيادة الهادي عينينو في باب الجلادين تحت الشهداء، مش يكون إن شاء الله في أجواء يعني صوفية احتفالية كبيرة إن شاء الله. يوم 28 أبريل 10 ليلا باش يكون عندنا في مقام ابي زمع البلوي حفل ابتهالات وافكار للفنان فرقه الفنان وليد القهواجي، منتخب يعني معروف صوفي وليد فنان يعني ديني تاع مداح وافكار معروف. يوم 29 ابريل بالمركب الثقافي هذه السهره يعني بامتياز سهره الموسيقى العربيه يحييها صالون القيروان للموسيقى العربيه احياء لذكرى الفنان الراحل السيد قطريه، مشكون في المركب الثقافي بقياده مراد بشير واشراف فتحي العياشي وقياده فنيه لصديقنا العميري. كذلك يوم 30 ابريل اللي هو اليوم الاخير هو ليله الشك، مش تكون 30 ابريل يعني المفتي مش يغري مش يقول غدوه ربان ولا مش فهمهم، عندنا عرض زياره للفنان سامي اللاجئ. سامي اللاجمي نعم، العرض هذا عرض الزيارة باش يكون بالقاعة المغطاة على زي زميلات نهار 30 أبريل إن شاء الله. في نفس الليلة صارت سلمية للمنشد وليد القهواجي كذلك في مقام أبي زمع هذا يعني إجماليا المهرجان برمجة متنوعة للصغيرات للكبار. وكما لاحظت احنا شنو احنا مشينا راهو مع الموسيقى والإنشاد الديني والمسرح والطفولة والضحك والجديه، يعني حبيناه يكون متنوع حتى الجماهير، كل واحد كل شريحه من الشرائح وكل ذوق ياخذ حظه. وحبينا زاد حاجه اخرى ما نعرفش لاحظته الى جانب بعض العروض الكبرى نقول انا كما لطفي بوشناق كما مثلا العبدلي كما الزياره، اغلب العروض اللي تم اقتناء هي عروض قيروانيه بامتياز. احنا راهو كي نشوفوا عرض
رجال صبرة ونشوفوا عرض المديح ونشوفوا عرض المألوف نواة ونشوفوا عرض الموسيقى ونشوفوا عرض عينين ويعني برشا عروض. هذا من سببين، السبب الأول هو إبراز أخويا الفن القيرواني لما لا، ثانيا تشريك القيروانيين باعتبار يعني عامين كورونا وناس ما خدموش وناس تعبوا صراحة، أو كتجي الفرصة يعني باش تقع مصافحة وتقع مصالحة بين الإدارة وهالفرق هذوما، ويكون إن شاء الله ربي وفقنا جميعا وما ننساو إن شاء الله الإعلام، الإعلام هو اللي باش ينجح ولا هو اللي باش يرجعنا بالتوالي، لأنه الإعلام هو يعني الأساس اللي باش يبلغ الصوت واللي باش يوصل المعلومة لكل دار واللي باش يوصل المعلومة لكل شخص. هذاك علاش أنت معنا سي خميس اليوم. بالنسبة للناس اللي تسمع فينا عجبتهم يعني العروض ويحبوا يمشيوا، لو كان تعطينا أسعار التذاكر، فما عروض مفتوحة للعموم؟ ستعلنوا بالنسبة لأسعار التذاكر، ستعلنوا لأنه اليوم عندنا الجلسة الأمنية بالولاية بشرف السيدة الوالي مع المندوب الثقافة ومعالبات مهرجان. بالنسبة لليلة إن شاء الله اليوم يعني آخر وقت تعلن معناتها قيمة التذاكر لكل عرض. فمش عروض مجانية مفتوحة للعموم؟ العروض مفتوحة، عندنا برشا عروض أحلى اللي في باب جلادين اللي مفتوحة للعموم. وبالنسبة فما عرض مفتوح كذلك للعموم، سهرة نوال للمالوف بالمركب الثقافي قيادة الأستاذ حاتم دربال، وكذلك عرض الأستاذ قطرية، عرض الصالون القيروان للموسيقى العربية يعني تحية للفنان ومهدات الفنان الأستاذ قطرية اللي يرحمه، هذه كذلك مش يكون يعني مفتوح للعموم. شو كيقولوا نحن للعموم راهي مش تحلوا باب للعموم، لكن فما دعوات موجهة اللي يحب دعوة يحب يعثر يتصل بالمركب الثقافي يسلم الدعوة في يده باش يكون فيها حسن تنظيم وما تكونش يعني سايبة مش معناتها للعموم راهو باب محلول واللي داخل خارج، لا مش تكون سهرات رمضانية بامتياز إن شاء الله ما يعني، ومش نزيد الإضافة ونرتقي وإن شاء الله تكون هذه انطلاقة للأنشطة الثقافية ككل مستقبلا، لأنه بصراحة مانيش نرمي في ورود يعني. نحب نحيي مجهود كبير السيد مندوب الجهة والشؤون الثقافية الجديد بنزل كيجي راهو عنده 15 يوم أبدا رغبته أبدا استعداده باش يدعم الناس الكل باش يخدموا، والله الموفق وإن شاء الله خير إن شاء الله بالتوفيق لكم إن شاء الله بالتوفيق لكم سي خميس المسيلي. أكيد إن شاء الله تو نرجع في مصافحات قادمة طوال المهرجان باعتبار إذاعة الحياة فهم معناها بارتنير معاكم في المهرجان هذايا. نشكرك برشا سي خميس المسيلي مدير المركب الثقافي أسد بن الفرات بالقيروان، مشكور جدا على هذه البرمجة. الحفل الفني في السهرة الأولى باش يكون مع الفنان لطفي بوشناق، والاختتام باش يكون عرض الزيارة لسامي النجمي بقاعة عزيز ميلاد. نرفع إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القيروان وما جاورها. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك توجه دعوة إلى وزارة التجارة في تونس إلى سحب منتوج كندر من الأسواق المحلية. خلينا نعرف أكثر تفاصيل والأسباب علاش مع سيد لطفي ريحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. سيد لطفي ريحي عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. مرحبا، تحية ليك وتحية لمستمعيك ومرحبا بك. شكرا جزيلا ليك سي لطفي. لو كان تعطينا هكا أكثر تفاصيل على الدعوة اللي وجهتوها لوزارة التجارة، علاش طلبتوا بسحب منتوج كندر من الأسواق المحلية؟ الدعوة متاعنا توجهت على أساس كونه المنتوج هذا عالميا وقع فيه سحب المنتوج هذا من جميع الدول الأوروبية، من جميع الدول بمقف معظم الدول العربية اللي وقع زادة كيف غلق المصنع متاعه في بلجيكا نظرا لتسبب المنتوج في حالات التسمم، وعلى ذلك وقع صاحب المنتوج. نحن بدرنا باستفسار السلطات المعنية من وزارة التجارة وزارة الصناعة وزارة الصحة باش تعطينا مدى خطورة المنتوج هذا على صحة المستهلك، وتعطينا إذا كان ممكن تعرف المستهلك باش ندراه مدى استهلاك، وإذا كان يشكل خطورة يقع صاحب المنتوج هذا. نحن ما عندنا حتى أي معطى اللي معناتها عالميا شفنا المنتوج هذا وقع صاحبه، شفنا المعمل سكر، شفنا عديد الدول تقدمت بحجز المنتوج هذا وفي تونس قعدنا نحن ما نعرفوش. تفاعلتش معكم وزاره الاشراف سي لطفي الصحه والتجاره؟ متاكد كون سمع عديد جلسات قاعدين ننتظروا فيها ان شاء الله يعطيونا على الاقل لطمانه المستهلك
مدى خطورته على صحته، وإذا كان موجود الخطورة هذه يتم سحبه، خاطر نشوفوا فيه المنتوج هذا في القضايات التجارية الكبرى، نشوفوا فيه في عديد الأكشاك، وثم العديد الفضاءات عملوا تخفيضات على المنتوج هذا، وبالتالي يزمنا نعرفوا مدى خطورته على صحة المستهلك نظرا كما مدام موجود سي لطفي، مدام المنتوج هذا موجود في المحلات معناها للعموم، فبالتالي نجم يمثل خطورة مدام تسحب في عدة دول أخرى، دونك التحرك لازم يكون أسرع من هكا، يعني لأنه العباد توا تنجم تشري، خاصة وأنه فما تخفيضات عليه كما أشرت أنت سي لطفي، دونك لازم توضيح للمواطنين فيسع في أقرب وقت ممكن. مطلبنا توضيح، اندرا كانوا يمثل خطورة يقع سحبه ويقع دعوة من طرف السلطة، دعوة المستهلك ودعوة المواطنين لعدم اقتناء المنتوج هذا في أسرع وقت ممكن، وإذا كان ما يمثلش خطورة زاد التوضيح يقول راه ما يمثلش خطورة وتنجموا تاخذوه، وراه معناتها نحي يلزمنا التوضيح هذا باش ما يقعش بلبلة، ما يقعش مع المعطيات اللي احنا عندنا توا، مع عدم تفاعل وعدم إعلان خليني أقول بشكل رسمي من قبل وزارة الإشراف الصحة والتجارة، المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك هل تدعو المستهلكين أنهم ما يقتنيوش هذا المنتوج على الأقل إلى حين الإعلان بشكل رسمي من قبل السلطة المعنية؟ بالضبط، نحن احتياطيا ندعونا المستهلك عدم اقتناء المنتوج هذا، واللي عنده المنتوج هذا ما يستعملوش إلى أن تتوضح الراية، وإلى أن سلطة الإشراف من وزارة الصحة وزارة التجارة يعطونا بيان في مدى الخطورة نتاعو، في مدى تأثيره على صحة المستهلك. واضح، دونك للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا الكل، منتوجات كيندر الماركة العالمية المشهورة هذه متاع الشوكولاتة، إذا تلقاوها في معناها المحلات التجارية ما تشريوهاش، لأنه فما جدل كبير برشا تنجم تتسبب في حالة تسمم، هذا في عدة دول معناها تم اكتشافه وتم سحب المنتوجات هذه، إلى أو في انتظار أن وزارة التجارة وزارة الصحة يعلنوا للرأي العام، هذا بشكل واضح سي لطفي. سينو غل وجودك معايا سي لطفي باش نعرفوا الاستهلاك في شهر رمضان، كنت دخلت معنا قبل على الأسعار والاستهلاك اللي يزيد خاصة في الأيامات الأولى من شهر رمضان، كيفاش توا في الأسبوع الثاني سي لطفي؟ في الأسبوع الثاني صراحة مقارنة بالأسبوع الأول، الأسبوع الأول عرفنا شطط كبير في الأسعار، عرفنا انفلات في الأسعار، رجع توا منطقيا معناتها عمليا في الأسواق رجعت النسق العادي نتاع الأسعار رغم الغلاء نتاعها، لكن رجعنا في النسق العادي، وهنا التوازن وقع، وعلى ذلك نحن نطلب من معناتها المتداخلين الكل إذا عقلنت أكثر للأسعار هذه. بعدنا على الفترة الأولانية متاع اللهفة ومتاع الشطط في الأسعار والتذبذب اللي صار، رجعت السوق إلى النسق الاعتيادي نتاعها، وإن شاء الله أسعار اللحوم رجعت كالعادة سي لطفي. اللحوم الحمراء، اللحوم الحمراء شكر لشركة اللحوم اللي بدورها هي عدت الأسعار ب 25 دينار، لقاو بعض شطط في نقاب 28 وب 30 وباكثر، هنا زاد كيف كيف عقلنت الاسعار هذه باش ترجع للمستوى العادي نتاعها، وكما عمل شركه اللحوم وكما عملوا برشا خيان اخرين، على ذلك نحن رانا الغلاء هذا ماهوش منطقي مقارنه بالدخل نتاع المستهلك والقدره الشرائيه نتاعو، ما عادش نجم يجابه المصاريف هذه كلها. واضح، نشكرك برشا سي لطفي ريحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك اللي قدم لنا برشا تفاصيل على بخصوص يعني منتوج كيندر وضرورة سحبه من الأسواق التونسية على الأقل الامتناع عن اقتناء هذا المنتوج إلى حين توضيح رسمي من وزارة التجارة ووزارة الصحة. بعد شوية باش نحكيو على المنتوجات التونسية الخضروات، خاصة رغم الارتفاع مشط للأسعار حسب وزارة التجارة، لأنه والوزارة تمنع تصدير هذه المنتوجات خارج حدود الوطن. ريكاب ميدي. كيو على الارتفاع المشط لأسعار الخضروات حسب وزارة التجارة اللي توجهت منذ أيام قليلة نحو منع تصدير بعض الخضروات خارج حدود الوطن. باش نعرفوا أكثر تفاصيل على هذا الموضوع معنا بالتليفون سيد محمد علي الفرشيشي المكلف بالإعلام والاتصال بوزارة التجارة. سي محمد علي عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحيتفان. مرحبا بكم ومرحبا بكل الناس اللي تابعوا فينا، إن شاء الله رمضان مبارك.
30 بعد قريب جمعتين ترى. اي ميسير شمخر شويه. احنا زاده نقول لك ان شاء الله رمضانك مبروك سي محمد علي. دونك اليوم نحكيه على توجه وزاره التجاره نحو منع تصدير الخضروات. لو كان تعطينا فكره شنو مع الخضروات والوجهات اللي احنا نصدروا لهم يعني في العاده. والله هي صعب باش نكون واضحين، انا ما عنديش بالضبط ومش المهم الوجهات لانه وزاره التجاره كيفاش. سي محمد علي مانيش نسمع فيك بالكدا، بربي تقعدنا في بلاصه فيها ريزو باش يبدا صوتك واضح، خاطر الصوت يعني متقطع، قاعدين نسمعوا في صوت متقطع. باهي قلت لنا مش مهم الوجهات، باهي خلينا نحكيو على انواع الخضروات اللي ممنوعين من التصدير في الوقت الحاضر. هي اربع مواد مش اكثر. يعني اربع مواد اللي يشملها المنع التصدير اللي هي البطاطا والطماطم والفلفل والتسمم. دونك هذوما الاربع مواد اللي يشملهم. واليوم استراتيجيا نتاع وزاره التجاره في 2022 كانت تقضي بانه نزودوا السوق بالمنتوج المحلي دون سواه. احنا ما مشيناش ما عملناش حتى عمليه توريد سواء على طريق الوزاره او على طريق التوارد. دونك باش تبقى السوق نتاعنا تبقى سوق محليه في فلاح شيء، وحتى اللحوم ما وردناش. ولكن في الفتره الاخيره لاحظنا معناها النقص الكبير نتاع المواد هذه في اسواق الجمله، ولاحظنا وانه ثم برشا عمليات مزاحمه وثم ارتفاع نتاع الاسعار. هذاك علاش الوزاره معناتها المصالح بالاشتراك مع مصالح كل المصالح المعنيه بالرقابه بعد خلينا على ثلاثه محاور اللي هي الطرقات مناقب الانتاج واسواق الجمله، وخاصه اسواق الجمله اللي كان فيها برشا مضاربه، كان فيها برشا ممارسات معناها مخلة كما البيع المشهور ولا البيع تحت الطاولة اللي هو ولا معناتها مشهور برشا في تونس. دونك هذايا خلى الوزارة تاخذ الخطوة هذه الوقتية ديما نقول راهو اللي تقضي بإيقاف تصدير أربع مواد فلاحية اللي هي المواد اللي المواد الأساسية خلينا نقولوا البطاطا والفلفل والطماطم والبصل والبصل زي. دونك هذه هي بالقرار المواد رايحة. ايوه القرار هذا سي محمد علي باش ينعكس على الاسعار اللي انت تو كنت تقول فما ارتفاع أكيد. يعني سجلت وزاره التجاره اكيد اكيد اكيد، وشفنا الانعكاس نتاعو سواء على مستوى تزويد اسواق الجمله ولا على مستوى الاسعار اللي بدات تاخذ في منحى تنازلي. خاطر الفلفل سي محمد علي وصل ب 7000 وقريب 8000 راه اي تو في الفتره الاخيره 7000 و 8000 لانه الفلفل تباع في اسواق الجمله كثير وكما سوسه وكما البنزرت هذوما اللي نستحضرهم من توا وصل بها على مستوى الجمله بجوج دينارات و500 قليل. يعني معناتها هذا في بعد 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 صدور القرار الفلفل اللي كان ما يدخلش كانت تدخل كميات ضئيله وضئيله جدا معناتها ولات تدخل وصلت البارح دخلوا 70 طرناتا ولا 75 طرناتا. الطماطم نفس الشيء اللي كانت تتباع بجوج دينارات على مستوى الجمله وحتى اكثر وفي البرة كانت تتباع بجوز دينارات و200 مليم وغيرها. اليوم هبطت السوم نتاعها الاقل حتى من التسعيره اللي عملتها وزاره التجاره واللي هي دينار و800 مليم. يعني في بنزرت مثلا تباعت الطماطم ما بين 800 و1200 هذايا معناتها بعد صدور القرار. يعني هذاك علاش انا نقول وهذه اسعار الجمله يعني اسعار الجمله اسعار الجمله راهي اسعار الجمله نعم هي ما راهي في الجمله كانت تتباع تحت الطاوله ب 2000 واضح. البارح دخلت 120 طرناطا طماطم لسوق الجمله وهذا رقم معناه محترم جدا جدا لانه في نفس التاريخ في 2021 يعني 12 ابريل 2021 دخلوا 130 طرناطا طماطم لسوق الجمله. دونك قربنا المعدل العادي نتاع دخول طماطم لسوق الجمله. هذا يخليني ناكد انا مش نعتقد انا خليني ناكد وانه المنحة التنازلي هذا باش يتواصل لانه الواردات على اسواق الجمله باش تزيد تكثر خاطر مادام ما تنجمش تصدر زاد كيف ما تخليهاش طماطم ولا فلفل خاطر كيف يخبروا باش يدخلوا اسواق الجمله وهذا يخلي معناها لابور تاع سوق الجمله كي يكثر العرض ينعكس يعني ايجابا على الاسعار. واضح. باش تتواصل الى نهايه شهر رمضان الخطه هذه لوزاره التجاره سي محمد علي؟ والله احنا عندنا برنامج
وعن معناتها برنامج رقابي هو برنامج يتواصل حتى بعد رمضان. بقى بالنسبة للمنع التصدير أنا نقول على مسؤولي على حسابي أنا الخاص، يعني نهار اللي نشوف رجع التوازن نتاعها أكيد القرار هذايا باش يرضى ونسمحوا للعباد اللي هما توا قاعدين يصدروا في مواد أخرى معناها فلاحية، ماهوش منع تام هو. هو منع جزئي في ظرف استثنائي، وقت اللي يوفى ظرف استثنائي هذا نرجعوا وين كنا. واضح، نشكرك برشا سي محمد علي الفرشيشي المكلف بالإعلام والاتصال بوزارة التجارة على مدنا بكل هذه التفاصيل. وكما كنتوا تسمعوا سي محمد علي أكد وأنه فما منحة تنازلي للأسعار بعد يعني قرار وزارة التجارة منع تصدير 4 أنواع من الخضروات، الفلفل، الطماطم، البصل والبطاطا. اليوم فما أسعار يقول قريبة جدا ترجع للمستوى العادي متاع الأسعار متاحة على مستوى أسعار الجملة، والخطة هذه متواصلة إلى حين أنه يستقر السوق بشكل كلي من حيث التزويد. بعد شوية باش نحكيو على ظاهرة العنف في المجتمع، ظاهرة البركاجات المنتشرة والمستفحلة في المجتمع، واللي أنهيت مؤخرا حياة شابة في عمر 21 سنة في تونس الله يرحمها وينعمها. باش نحكيو على الموضوع هذايا على مستوى ولاية القيروان. ريكاب ميدي. هذه ساعة و 22 دقيقة على إذاعة الحيت فهم، أنتم تسمعوا في ريكاب ميدي معايا سي حمادي البقلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. سي حمادي عسلامة، مرحبا. مرحبا ومرحبا بمستمعين ومستمعات. يعيشك، شكرا لك. سي حمادي، نحكيه في الانترفيو دي جوغ اليوم على الاستفحال، ظاهرة العنف والبركاجات في المجتمع التونسي. ننطلقوا من الحادثة اللي صارت مؤخرا في بير البي، البنية اللي لقات حتفة بسبب بركاج وتوفيت تحت عجلات القطار عمرها 21 سنة، وظهر هذه مستفحلة بصفة كبيرة وأرقام كبيرة وقضايا كبيرة بخصوص البركاجات. تعليقك على الظاهرة هذه ساعة قبل ما يجينا السمارتفون والتليفون كانت أقل البركاجات، ربما يعني شجعت لأنه تسويق وسهل زعما كانت أقل، وإلا الإعلام ولا الوصول ثم الاثنين هما الحاجتين. وثم الإعلام ما كانش منتشر بشكل هذا، إذاعات في كل جهة وتلفزات وحتى مدونين وفيسبوك وغيره. الجانب الثاني هو أنه راهو ظهرت البركاجات كلما ثم تدهور اقتصادي على مستوى بلاد معينة كلما كثرت الحكاية السرقة. الجانب الآخر هو أنه احنا منظومتنا التربوية تخليت كثيرا على كل ما هو قيم، يعني القيم تخلي أنه الكسب الحلال وبذل المجهود وثقافة العمل اللي هي نقصت. الحاجة الأخرى هو أنه الشباب ثم مجموعة من الشباب برشا نسبة كبيرة انقطاع مبكر عن التعليم وما عندوش حتى كومبيتونس، ما عنده حتى كفاءة، لا يتقن ولا صنعة ولا يتقن، وبالتالي يحب يكسب المال بطريقة أخرى. الجانب اللي أكثر أهم هو أنه ثم ياسر مغريات وتوى على مستوى وسائل الإعلام أنه نعطيه في نموذج الشخص المثالي في مسلسلات معينة، أنه يبراكي وأنه يفلت من العقاب المضامين الإعلامية مهمة. كما مضامين إعلامية مسمومة مع الأسف، والهايكا يعني دعوة لهنا باش رأوا. أنا لا أقصد أي قناة وأي إذاعة، كل خطاب فيه جانب عنف فهم المفروض يكون يعرفوا. صدقني سي حمادي توينسا راهم يعرفوا، المشاهد راهو واعي دو تيل فاسون، هو يعرف اللي المحتوى متاع اي برنامج ولا مسلسل ولا فيلم ولا اللي هو يعرفوا راهو هذاك فيه عنف وفيه تشجيع للعنف. وقت اللي تحط انت بطل معناها خارج عن القانون ومسلكها ومعناها وفي صورة بطل اللي تتصوروا فما ناشئة معناها باش يتأثروا به وباش يحاولوا يقلدوا، وبالتالي باش تساهم انت نوعا ما في انتشار ظاهرة العنف والسرقة وغيرها. الجانب الثاني هو انه الأولياء كذلك ثم تخلي كبير من الأولياء نتيجة الجري الحياة اليومية تخليوا برشا على دورهم في تربية وتأطير الأطفال. باش تفسر بربي صغار في سن 13 و14 وفي الليل يحوسوا، ثم دول على فكرة تمنع أنه الصغار يخرجوا حدهم في الليل.
وبالتالي ثم دول كذلك في أوروبا يمنعوا أنه الصغير المينور هذا الغير راشد أنه يشري الدخان. احنا يعني هو لو شفت هذوما حوايج هي بسيطة تقول شنية تو بربي مش نعمل قانون أنا ما نعم ما يلزمش. شفت كتاب ذاك ينقص أنه استهلاك التدخين مبكر ويولي حاجته بالفلوس ما هذه هي ويدخل في سيركوي متاع استهلاك وما عندوش مورد وما عندوش من ياخذ فلوس. يبحث على بدائل. أي واللي يعني يبحث على بدائل والبدائل يلقى في دروس سهلة تقدمها له التلفزات هاو كيفاش والانترنت والانترنت وكل هاو كيفاش تبراكي وهاو كيفاش تمنع زاد. احنا باش نحكيو في الموضوع هذايا باكثر تفاصيل نحاولوا نحلوا بعض الارقام مع الاستاذ لطفي الهيدفي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان تو سويت في الانترفيو دي جوغ. انترفيو دو جوغ. الاستاذ لطفي الهيدفي مرحبا بك على اذاعه الحياه فهم. اهلا بك. مرحبا مرحبا مسامعي راديو اف ام. شكرا جزيلا لك استاذ. نحكيه على ظاهره البركاجات المستفحله في المجتمع التونسي وخاصه الحادثه اللي جدت مؤخرا وفاه البنيه اللي عمرها 21 سنه في محطه القطار بير البي في بن عروس ربي يرحمها وينعمها. خليت الظاهره ذي ترجع الى الواجهه وتقريبا وسائل الاعلام تحكي على الظاهره ذي متاع البركاجات اللي اصبحت تنهي حياه الابرياء. حسب الارقام والاحصائيات استاذ فانه تقريبا القضاء بت في حوالي 40 ألف قضية سرقة خلال سنتين 2014-15 2015-16. دونك قراءتك الأولى الساعة لهذه الأرقام وتو نمشيو للأرقام في جهة القيروان. والله في الحقيقة قبل كل شيء نترحم على روح الفتاة ربي يرحمها واللي هي ضحية إرهاب هذا الإجرام الذي أصبح يعيشه المجتمع التونسي واللي في الحقيقة أصبحنا اليوم نتعايش معه بحكم ما جعلنا أنه الأرقام المفزعة اللي نسجلها في معدل الجريمة في تونس والدولة مستقيلة تماما في أخذ الاحتياطات وفي معالجة هذه الجرائم المقترفة في حق مواطنيها أصبحنا الآن نتعايش معها وكأن الأمر عادي رغم ما نسجله من أرقام مفزعة. أشرت سيادتك إلى أرقام سنتي 2014 و2015 اللي تقول معناه ب 40 ألف جريمة. أنا نعطيك أرقام تبدو نسبيا حديثة تتعلق ب 2019 و 2020 و 2021 اللي بلغ معدل الجريمة فيها فات أكثر من 150 ألف جريمة والارتفاع كبير هذا في جرائم خاصة المعني متنوعة السرقة الترديسة برقة في الكذا جرائم الأعداد هذه في ارتفاع مطرد. إذا كانت الدولة وجميع الأجهزة وجميع المؤسسات المعنية بالأمر ما تلتفتش لكلفتة الرسمية وأعلان حالة طوارئ فيما يتعلق بهذا العدد المهول فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة فأنه الكارثة تلو الأخرى. وهنا وساندك في اعتبار وأنه أنت أشرت إلى ظاهرة تعدد الجرائم نعم أقول بأنها أصبحت فينومين ماهيش ما نتحدثوش على جريمة معناها حادثة عرضية حادثة عرضية أو معزولة. الآن أصبحنا نتحدث عن ظاهرة تعدد الجرائم. طبعا في برنامجكم ما نعرفش يسمح الوقت وإلا لا طبعا تفضل سي لطفي أنه ممكن حتى نقسموا هالمداخلة هذه لتعدد الجرائم وتوحى ونشوفوا الأسباب تفشي الظاهرة هذه ونشوفوا بعد ممكن العقوبات نشوفوا الحلول. بيه تفضل أستاذي تعطينا إذا كان الأرقام والأحصائيات هذه قلت وأنها أرقام مفزعة والمجتمع والدولة مدعوة إلى معناها تركيز سياسة جنائية تكون الحل البديل لهذه العقوبات وللفشل الذريع في ردع المقترفين مثل هذه الجرائم.
أقول بأنه لابد من تشخيص هذه الظاهرة أولا، ولا يمكن الاكتفاء بالأسباب المباشرة فقط. هناك البعض يتحدث عن المباشرة، الأسباب المباشرة متعلقة بالبطالة والمخدرات والفقر، ولكن هناك أسباب أخرى غير مباشرة وتتعلق بالأمية والجهل. وهنا علاش أنا نقول أنه التشخيص لا بد منه، حتى أنه كل مؤسسة معنية بالأمر تقوم بالدور بتاعها، لأنه إذا كان نرجع الأسباب تفشي ظهر الجرائم إلى الأمية والجهل، هنا مدارسنا والأسرة مدعوة للقيام بدورها. هوني سي لطفي سامحني قبل ما تحكي على دور الأسرة، أنت أشرتي لسبب مهم اللي هو الأمية. خليني أقول لكم أنه في تونس سنة معناها في وقتنا توا عنا حوالي 2 ملايين أمي في تونس. أيوة وكذلك، وعنا زادة كيف كيف عن 1 مليون طفل أنه معناها تقطع عن دراسة بطبيعة. شنو مش تخيل منه باش يصير، باش يجي إنسان متزن، مو مش يجي إنسان منقرف، وللأسف الشديد في أغلب الحالات. هذا علاش نقولوا أنه دور الأسرة لو لابد منه. عندنا أيضا سقوط القيم الأخلاقية والانتفاء الوازع الذاتي، كيف كيف دور الأسرة مهم جدا في هذا الإطار. عندنا المدارس والمعاهد لابد من أنها تقوم بالدور نتاعها. عندنا المجتمع المدني أيضا في إرساء ثقافة والتوصية والنصح والإرشاد، هذه كلها تعود لمكونات المجتمع المدني ونشر ثقافة التسامح مش ثقافة العنف. عندنا وسائل الإعلام أيضا، أنتم مدعوين أكثر من غيركم كذلك لنشر ثقافة التسامح وثقافة الاعتدال وليس بثقافة العنف. ما نشاهده أيضا وأنه في المسلسلات وفي الأفلام المعروضة على تلفزنا للأسف الشديد أصبحت تدعو لارتكاب العنف، فالصغير السن والذي يمر بسن المراهقة طبعا، وحينما يشاهد مشاهد بإحدى المسلسلات فأنه أول حاجة يفكر فيها هو باش يقلد ذاك المشهد هذاك. دونك هذا لنازل ما اللومش على المراهق، اللوم على وسيلة الإعلام اللي بثت ذاك المسلسل هذاك. لأنه علاش نحن نشيروا للأسباب، أسباب متعددة وتتعدد على ضوئها الجرائم وتتداوى. به أستاذ، عنا بعض الأرقام والأحصائيات بخصوص ولاية القيروان من حيث عدد القضايا اللي تم البت فيهم، مثلا في جهة القيروان قضايا البركاجات، العنف، السرقة. والله الحقيقة يعني باش من نفرضوش ولاية القيروان وحدها، ارتكاب الجرائم هذه ليس حكرا على ولاية القيروان فقط، فنحن نسمع من هنا وهناك وإلى وفي العديد من المثبتات أنه هناك العديد من الجرائم تقترف في ولايات أخرى. شأن القيروان كشأن باقي الولايات الأخرى تصير فيها جرائم صحيح، ولكن ليس بالعدد المهول وإلا بالعدد الغريب اللي خلينا معناها نميزوها. ولايتنا تعيش بعض الجرائم كباقي الجرائم. أعطيك مثلا، وأنه فيما يتعلق بما تعبرون عنه أنتم سرقة بالنشل اللي هو في قانون معنيش المصطلح هذا، ما تعبرون عنه سرقة بالنشل مثلا في القيروان أقل بكثير من ولايات أخرى كسوسة وتونس والحمامات ونابل، معناها الأعداد تعتبر ضئيلة فيما يتعلق بالمسألة هذه. فيما يتعلق بالسرقات الأعداد معناها تصل من في ظرف شهر من 10 و11 و15 جريمه في شهر واحد تتعدى فيها محاضر بحر. دونك الاحصائيات تختلف من جريمه الى اخرى وتختلف من ولايه الى اخرى. طبعا سي لطفي، انت اشارت الى دور كل طرف، الاسره، وسائل الاعلام، المدرسه الى غير ذلك، ولكن خليني نقول لك مثلا سي لطفي كي نحكيه على دور المدرسه،
هوني نحكيه على دور الدولة في إنها لازم توفر أنشطة ترفيهية ثقافية، يعني توفر بديل للطفل ولا للتلميذ التونسي. في المقابل المدارس متاعنا وإحنا نعرفه اللي هي تفتقد في جزء كبير برشا يعني منها إلى مثل هذه الأنشطة، والبنية التحتية غايبة. دونك كيفاش البديل في ظل هالواقع اللي إحنا نعيشه فيه اليوم؟ أشاطرك الرأي تماماً، وأنه قلت أن الدولة هي المطالبة بإيجاد الحلول والحلول الفورية والجذرية لمحاصرة هذه الظاهرة، ولابد من باقي المؤسسات أنها تساندها وتقف معها حينما نشير لدور الأسرة، دور المجتمع المدني، دور المعاهد ودور الإعلام. ولكن الدولة هي اللي مطالبة بإيجاد استراتيجية واضحة لمحاصرة هذه الظاهرة. صحيح، ثم أنا نعتبر أنه الدولة إذا كانت تعزف وتستقيل عن القيام بدورها في محاصرة ظاهرة الجرائم، فأنها أصبحت هي اللي تشجع على ارتكاب الجرائم. فأعطيك مثلا، أعطيك مثلا فيما يتعلق بتوزيع المواد المخدرة. هل أن الدولة عاجزة عن محاصرة هذه الظاهرة؟ لا قط أبدا. الدولة بإمكانها محاصرة هذه الظاهرة، وبإمكانها منع المطلق لعبور مروجي المخدرات، ولكنها تتعامل بعين شافت وعين ما شافتش. للأسف إن شاء الله هاو الفشل متاع الدولة وين يكون. سي لطفي مرحبا بك. مرحبا بك. يعيشك. أكيد كلامك يعني هو هذا هو عين الصواب، على أساس أنه الدولة والدستور ينص أنها تحمي المواطن حتى من جانب الصحية والرعاية والتعليم وكل والسكن وكل هذا. لكن وقت اللي نشوفه إحنا في الفترة السنوات الأخيرة هذه أنه تفشي نسبة الفقر، والجانب الثاني كما قلت سيادتك المدرسة تخلات على دورها خاصة مقومات التدريس، إنه ولينا نلوج على الأعداد ونسينا الفالور والقيم ونسينا السافوار فير التدريب، هذا الناس أنها قادرة تعمل حاجة أخرى في غياب الدراسة، الانقطاع الكبير على التعليم، ثم إحساس بالحيفرة، وأنه الشباب هذوما يحس بنفسه يصبح متمردا لأنه يشايف روحه ما ثماش عدالة في هذه الأرض. نعطيك أنا مثال، وحكيت مع بعض أطفال وشباب من مناطق مش بذكر المناطق، نقول له هاو ثم حفلة في المركب الثقافي، يقول لي لا ما نمشيش لأنهم يرفلوني. فشفت يعني مرات راهو أنا مانيش نلقى لهم في عذر، أما فقط نحن نوصف ودورنا أنه نلقاو حلول، نحاول نلقاو حلول. ماذا لو أن الدولة تلتفت للأحياء الفقيرة هذه، ما تستعملهاش فقط سياسيا، ثم تعطيها نصيبها من الثقافة، نصيبها من الترفيه، إيش بيه كي يجيبوا فنان موهزوه المنطقة من المناطق، علاش دائما في المراكب الثقافي؟ ما رأيك سي لطفي؟ والله تصديقا لقولك، بالعكس أنا نشاطرك رأي تماما، وتصديقا القول أقول بأنه انسداد الأفق والتهميش والانعقاد قاعده للانقطاع المبكر عن الدراسه والفقر والبطاله هذه كلها عوامل راهي تساهم في تنشئه الجيل نتاعنا على معناها مستوى شخصيه مهزوزه نفسيا، ان لم نقل معناها معاقه او مشوهه. بطبيعه اذا كانت الدوله ما تقومش بالدور نتاعها في الالتفات والتمييز الايجابي اللي يحكى عليه حتى فصل 13 من دستور 14، راهو اذا كان ما تميزش ايجابيا المناطق الاقل حظوه، فالدوله انا اعتبرها مستقيله ايضا عن القيام بالدور الموكول لها في حمايه الحق في الصحه، الحق في العيش الكريم، الحق في محيط سليم. انا كمواطن من حقي باش نشوف محيط، باش نعيش في محيط سليم يتخلوا منه الجرائم. ما ذنبي ان كانت الدوله مستقيله عن القيام بدورها هذا؟ معك دونك المسؤوليه الاكبر سي لطفي من وجهه نظرك هي للدوله مع بقيه الاطراف الاخرى اللي ذكرناها. والله انا ممكن نزيد، فما تقسيم نوعا ما، اذا فما كل معناها كل
كيما التلقيح والعلاج. في التلقيح في حد ذاته ينقسم جزء يتعلق بالدولة وجزء يتعلق بالأسرة والإعلام والتربية وهالمجال، وجزء ثاني يتعلق بالعلاج يتعلق بالقضاء ومنه سلطته في ردع هذه الجرائم، ويتعلق أيضا بقوات الأمن في تنفيذ الأحكام القضائية وفي القبض على الجنات. الأسباب متعددة، ولكن كيفية القضاء على هذه الظاهرة إلى حد الآن لا زالت فاشلة، خاصة وأن الأرقام كما أسلفت ذكر في تزايد مضطرد. لعلمكم أننا وصلنا المرتبة 10 عربيا، وصلنا مش نعطيكم العدد هذا الخطير بكده أنه وصلنا رقم 53 على مستوى العالمي. 53 على المستوى العالمي في نسبة الجريمة، في تفشي الجريمة، في تفشي الجريمة. علاش نقول هذا الرقم الخطير برشا؟ إذا كان احنا دولة فيها تعد 10 ملايين ساكن أو 11 مليون ساكن ونوصلوا في المرتبة 53 في العالم، خطر كبير برشا. وهذا نقول خطر اللي الدولة يلزمها تشوف. باهي أستاذ، لو كان جينا عندنا 100 مليون ولا 200 مليون ممكن رانا نكونوا في المرتبة الثانية ولا الثالثة. باهي أستاذ لطفي الهاتفي، رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان، نختم معاك بسؤال بخصوص الحملات اللي تعملت خاصة بعد البنية اللي توفيت الله يرحمها مؤخرا، دعوات لتطبيق عقوبة الأعدام على مرتكبي هذه الجرائم، واللي شفنا برشا يعني حملات حتى على السوشيال ميديا، شنو رأيك فيها؟ والله هو منيح حد باش للتوصيف الدقيق، راهو كي نرجعوا للنصوص القانونية والعقوبات المقررة من طرف المشاركة التوصي، راهي عقوبة الأعدام موجودة وتطبق، ولكن للأسف الشديد المحكمة تحكم بالأعدام وتبقى الأحكام في رفوف مكاتب لا أدري الوزارات، ولا ينفذ، ورئيس الجمهورية لا يأذن بتنفيذ الحكم الأعدام. يعني فما العقوبة العقوبة المقررة من طرف المشرع موجودة فيها الأعدام، موجودة فيها الأعدام. أما هذا خيار من الدولة أنه ما يتطبقش حكم الأعدام، خيار ما هذيك السياسة الجنائية المتبعة، هذيك السياسة الجنائية المتبعة من طرف بلادنا، ما هيش ماشية في الأعدام. آخر على ما أعتقد آخر تنفيذ للأعدام هو فيما يتعلق بصفي حناب، آخر تنفيذ للأعدام واضح، ولكن على مستوى النصوص ما زالت العقوبة الأعدام ما زالت موجودة، ولو تصدر هذه الأحكام ولكن لا تنفذ، وتصدر في كل أسبوع، في كل أسبوع أكيد ألزم في كل أسبوع عن أحكام بالأعدام. واضح أستاذ لطفي الهاتفي، رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان، مشكور جدا على تدخلك معنا للحديث على استفحال ظاهرة البركاجات والعنف في المجتمع التونسي. بعد شوية في ديفيغ نيوز باش نحكيه على التراجع التاريخي والهبوط التاريخي للدينار التونسي مقابل الدولار. ريكاب ميدي، وصلنا للجزء الأخير في ريكاب ميدي تو سويت. ديفيغ نيوز، ديفيغ نيوز، في ديفيغ نيوز لليوم سي حمادي باش نحكيو على التراجع التاريخي للدينار التونسي مقابل الدولار الأمريكي، هبوط تاريخي تقريبا، هبوط لأدنى مستوى ليه في 3 سنوات كاملين. باش نرجعوا نعملوا قراءة لهذا التراجع مع الخبير الاقتصادي السيد محسن حسن. سي محسن حسن، عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فام. عسلامة، مرحبا، تحية ليك، تحية للسادة المستمعين، وشكرا على الاستضافة. شكرا ليك سي محسن حسن، نعرف خديتك في اجتماع، يعطيك الصحة سي محسن حسن. دونك قراءتك سي محسن للتراجع في الدينار مقابل الدولار الأمريكي. بارك الله فيك، هو الحقيقة التراجع نتاع سعر صرف الدينار أمام الدولار يعود إلى عديد الأسباب، أولا منها أسباب خارجية مرتبطة متعلقة بسعر صرف الدينار في الأسواق العالمية اللي
ده يعود إلى نسقه الطبيعي العادي في الأيام الأخيرة. ثم هناك أسباب داخلية تتعلق بسوق الصرف في تونس. اليوم الرصيد الوطني، رصيد تونس من العملة الصعبة، يعرف تراجع نسبي مقارنة بأيام يعني بالمبالغ المتعودين بها. اليوم إذا كان ناخذ مصادر العملة الصعبة في تونس، يمكن نذكر يعني الاستثمارات الأجنبية المباشرة. اليوم الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعرف تراجع محير في تونس. وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة هو يؤدي إلى تراجع رصيدنا من العملة الصعبة. ثم ثانيا القروض الأجنبية وتعبئة الموارد المالية الخارجية. اليوم تونس برمجت سنة 2022 باش تقترض 12.5 مليار دينار، ولكن للأسف الشديد إلى حد الآن لم تقترض ولا مليم، وبالتالي فإنه تراجع يعني تعبئة الموارد الخارجية يؤدي إلى تراجع رصيدنا من العملة الصعبة. ثم أيضا هناك أسباب أخرى يعني هي تتمثل في ارتفاع وارداتنا. في 30 مارس من السنة الحالية وارداتنا ارتفعت ب 29% لعديد الأسباب، أهمها ارتفاع الأسعار العالمية، أسعار المحروقات، أسعار البترول وما إلى غير ذلك. ثم أيضا عندنا ارتفاع في نفقات خدمة الدين الخارجي، ديون الخارجية اللي نخلص فيها بالعملة الصعبة، بالإضافة إلى يعني باقي النفقات اللي تقوم بها دول والحرب الروسية الأوكرانية. طبعا هو ارتفاع فاتورة الاستيراد وارتفاع العجز في الميزان التجاري يمكن تفسيره بهذا الارتفاع. تعرفوا الأسعار العالمية خاصة أسعار الحبوب وأسعار المحروقات نتيجة للحرب الأوكرانية الروسية. اليوم للأسف الشديد الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع الأسعار متاع مواد تستوردها تونس اللي هي الحبوب وأيضا المحروقات، وهو ما أدى بنسق الواردات إلى أن يرتفع أكثر من نسق الصادرات، وبالتالي ارتفع العجز في الميزان التجاري في شهر مارس الحالي اللي يصل إلى 4.3 مليار دينار، وهذا طبعا يأثر على رصيدنا من العملة الصعبة ويأثر أيضا على سعر صرف الدينار أمام الدولار وأمام أهم العملات الأجنبية. أنا نتوقع حقيقة مزيد من تراجع سعر صرف الدينار نظرا لأولا ضعف مواردنا أو ما صدرنا من العملة الصعبة وارتفاع نفقاتنا من العملة الصعبة في المقابل. ضعف ما صدرنا من العملة الصعبة مش يتواصل في اعتقادي لسبب بسيط، هو صعوبة تعبئة الموارد المالية الخارجية من التدين. اليوم سيد برشا تونس باش تتحصل على قروض أجنبية حقيقة، سواء كان ذلك من صندوق النقد الدولي أو من بقية المؤسسات المالية العالمية. معناها ليست هناك حظوظ لتونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي سي محسن؟ بصراحة في اعتقادي صعب، وصعب جدا. أولا الوقت قاعد يمر بسرعة، ثانيا ما تشترطه صندوق النقد الدولي من شروط للحصول على اتفاق إصلاحات واتفاق تأمين مع صندوق النقد الدولي غير متوفر، اللي هو الوفاق الوطني واللي هو الاستقرار السياسي. وحتى الوضع السياسي في تونس وضع الحالي ما نتصورش أنه يساعد أو سيشجع على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وهذا الموقف موقف أوروبا أو موقف الولايات المتحدة من تونس اللي هما يسطروا سياسات صندوق النقد الدولي موقف سلبي الآن من المسار السياسي في تونس. للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي ما فماش فقط المسار الإصلاحي والمسار الاقتصادي، فما التوافق الوطني، فما وفما أيضا المسار الديمقراطي والوطني. ولكن سي محسن لاحظنا يعني في الأيام الأخيرة فما زيارات لوفود أوروبية، الوفد البرلماني الأوروبي اللي زار تونس، تقابل مع رئيس الجمهورية، تقابل مع رئيس الحكومة، فما برشا لقاءات، وفما يبدو أنه رسائل إيجابية معناها. بالعكس بالعكس، أنا
نراه وان الوفد الاوروبي جاء باش يرفع تقرير عن الوضع في تونس. وحقيقة حسب ما علمته أن الوفد الأوروبي ما هوش مطمن للوضع السياسي في تونس وللوضع الاقتصادي. سمعت مدار يعني في الإعلام حول اللقاء اللي دار بين السيد الرئيس وبين النواب الأوروبيين. تمنيت لو كان سيد رئيس الجمهورية فتح باب الحوار مع هؤلاء النواب حول الوضع الاقتصادي في تونس وعلاقة ذلك بالاستقرار في أوروبا وعلاقة ذلك بالنمو في أوروبا، أفضل من أنه يفتح باب الحوار حول الدستور وحول مفاهيم السيادة وكأننا في القرن 18. يعني حقيقة تونس تفشل في كل مرة في استغلال الفرص لتحسين الوضع الاقتصادي وتحسين الوضع المالي في البلاد. اليوم الوضع السياسي هو عائق حقيقي أمام الوضع، أمام الوضع تحسن الوضع الاقتصادي والوضع المالي. هذا موقف أوروبا، موقف الولايات المتحدة الحقيقة كيف كيف في نفس الاتجاه. يعني أعتقد أنه عدم زيارة وزير الخارجية الأمريكي لتونس اللي اقتصرت زيارته على المغرب والجزائر هذه فيها أيضا موقف. الغياب السفير السفير الأمريكي من تونس اللي أول مرة تقريبا تم تكليف مكلفة ولا قائمة بالأعمال في سفارة لا أمريكا. يكفي لا يكفي لا يكفي غياب السفير هو دلالة على يعني عدم تقليص التمثيلية يعني الدبلوماسية الأمريكية نعم في تونس. نعم إن شاء الله ما يدومش. على كل حال هو لما وضعنا السياسي وغياب التوافق وغياب الوحدة الوطنية باش يكون عنده تأثير على إمكانية تعبئة موارد من صندوق النقد الدولي ومن السوق المالية العالمية، خاصة في ظل تراجع ترقيمنا السيادي إلى المستوى المحير. هذا بالإضافة إلى العوامل الأخرى، الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقريبا تراجعت بشكل كبير نتيجة للوضع في أوروبا والوضع في تونس. أيضا الصادرات أعتقد ستتأثر بتراجع النمو في أوروبا، خاصة صادرات المواد كما النسيج أو الصناعات الميكانيكية الكهربائية أو مكونات الطائرات. هذه الصادرات ستتراجع بحكم تراجع النمو في أوروبا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية. لربما العامل الوحيد اللي باش يتواصل في الارتفاع هو تحويلات التونسيين في الخارج، التوانسة في الخارج، عائداتهم وتحويلاتهم قاعدة ترتفع من سنة إلى أخرى. وهذا يساعد تونس على توفير مبالغ من العملة الصعبة. يمكن أيضا توقع تحسن أداء القطاع السياحي، وإن شاء الله السنة القادمة لو تحسنت الأوضاع الصحية وتحسنت الأوضاع الأمنية قد يعود القطاع السياحي وقد تعود عائدات القطاع السياحي من العملة الصعبة. ولكن في المقابل فإن نفقاتنا في ارتفاع كبير نتيجة الارتفاع فاتورة توريد المواد الطاقة ومواد البترول. هل الفرق بين العائدات والنفقات بيجعل رصيدنا في العملة الصعبة يتآكل بصفة مستمرة، وبالتالي فإن نتوقع وأنه سعر صرف الدينار أمام الدولار سيتراجع. هذا بالإضافة إلى فما عامل خارجي ما يلزمش ننساو، أعتقد أنه الحرب الروسية الأوكرانية اليوم أو ما اتخذته القيادة الروسية لضرب الدولار ولم يحقق مبتغاه، وهو ما يفسر لربما عودة الدولار إلى الاستقرار وعودة الدولار إلى الصعود أمام بعض العملات. طيب سي محسن، وأعتقد أنه هذا سيتأكد بمرور الأيام. سي محسن، بخصوص أنت قلت أنه تتوقع باش يزيد يتواصل معناها تراجع الدينار التونسي. نعم. باش يتفوق الدولار على اليورو هوني في علاقة بالعملة التونسية يعني طبعا. طبعا هذا مرتبط اساسا بالسوق العالمية وسعر الدولار مقابل اليورو. اليوم الدولار يرتفع بنسق اكثر من اليورو لانه اليورو متاثر بالوضع في اوروبا اللي تاثرت بدورها بالحرب الروسية الاوكرانية. اليوم اوروبا هي القارة الأوروبية والاتحاد الأوروبي تأثر بشكل كبير بالحرب الروسية الأوكرانية، وخاصة إمدادات الطاقة اللي تشكل عنصر أساسي في الاتحاد الأوروبي. وأوروبا كل محاولاتها لم تنجح في
تسديد النقص الحاصل في تزويدها بالغاز الروسي اللي مثل تقريبا 40% من مجموع واردات الاتحاد الأوروبي وخاصة ألمانيا. إذا الوضع في أوروبا في تراجع سيؤدي إلى تراجع الأورو أمام الين وأمام الدولار. وطبعا في تونس احنا الدينار سيتراجع أمام الدولار وسيتراجع أمام اليورو بنسق أقل نتيجة لوضعية اليورو. ولكن اللي يهمنا احنا وأن العملة متاعنا قد تواصل التراجع إذا كان ما فماش حلول وما فماش بوادر انفراج. أنا نتوقع أنه هل التوجه نتاع تراجع سعر صرف الدينار باش يتواصل، ولكن الى متى يتواصل سي محسن؟ نعم الامل ممكن اذا كان اول حاجه الوضع السياسي يتحسن، الوضع الاجتماعي يتحسن، نرجعوا لدولة تكون فيها المؤسسات قوية. وطبعا هذا باش ينعكس على الوضع الاقتصادي، تعود تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تعود إلى المؤسسة المالية العالمية، تقوم بتعبئة موارد مالية خارجية، وفي المقابل تنطلق في إصلاحات اقتصادية ضرورية في إطار من التوافق الوطني. ما نجموش نبدأ إصلاحات إذا كان ما عندناش توافق وطني شامل وعميق. سي محسن معنا. سي حمادي البقلوتي ناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام يود أنه يطرح عليك سؤال. تفضل. مرحبا سي حمادي. مرحبا مرحبا سي حمادي. أحترم رأيك طبعا ومتابعتك للشأن الاقتصادي، ولكن نحن من ننظروش بنفس الزاوية. سيادتك خبير في الاقتصاد ووزير سابق، نحن كمواطنون يعني بالأساس نتابع الشأن العالمي ككل. شيء أن أولا الدولار سبق له الارتفاع أكثر من 3 دينارات يعني الدينار التونسي في فترة سابقة، يعني زمن كان عندنا برلمان وعندنا كل شيء. صحيح صحيح. لا لا صحيح. باش نكونوا معناها مش أول مرة، مش أول مرة يطلع سعر الدولار بالمقارنه مع الدينار التونسي. ثانيا ان الاورو هو المتسبب الاولاني في انه هالانخرام هذا في الموازنه. الدينار هو العمله الوحيده اللي تاثر، الجنيه المصري طبعا هذا كلام صحيح. اي اذا هذا وضع عالمي جديد. ثم الحرب في اوكرانيا افرزت مشاكل اقتصاديه كبيره على كل الدول تقريبا، وبالتالي تونس ماهيش في معزل منها. لكن في المقابل احنا نراو ان تونس في المرحله القادمه ثم استثمار اجنبي سيكون، لانه الشركات اللي خرجت من روسيا ستستقر في منطقه المغرب العربي. الاتفاق البارح ما بين الجزائر وايطاليا حول ضخ الغاز، ثم برشا مؤشرات ايجابيه، مش الصوره ليست قاتمه بهذه الصوره. شوف سي حمد، مرحبا بك، رايك محترم. بالنسبه لي سعر صرف الدينار وين سوق صرف يعني تتحرك دائما، وكلامك صحيح وأنه العالم الكل يشهد موجة من التغيرات على المستوى يعني الاقتصادي والمالي، ولكن تونس مشكلها عميق وعميق جدا. تونس مشكلها أعمق من الحرب الروسية الأوكرانية، تونس مشكلها أعمق من أزمة الكوفيد. احنا لم نقم بشيء لحماية قطاعاتنا الاقتصادية المتضررة جراء أزمة الكوفيد، لم يكن هناك برنامج للإنعاش الاقتصادي. الحكومات اللي السابقة فشلت في تبني برنامج للإنعاش الاقتصادي ولحماية القطاعات الاقتصادية، الدولة لم تقم بواجبها، خليني نقولها، تجاه القطاعات الاقتصادية وتجاه الفئات الاجتماعية هذه سابقا. حكومة السيدة بودن لا حول ولا قوة لها، ليس لديها إمكانيات المالية حتى تقوم بهذا البرنامج للإنعاش اللي من مفروضه أنه يدعم الشركات الصغيرة ويدعم الفئات الاجتماعية حتى تواصل عيشها بنفس النسق. اليوم وضعنا السياسي أيضا أصبح عائق حقيقي. أنا لست لا مع هذا ولا مع ذاك، ولكن من خلال تجربتي، من خلال العمل متاعي في مؤسسة مالية دولية، نقول لك اللي قاعد صاير في تونس على المستوى السياسي وغياب المؤسسات الدستورية وغياب برلمان راهو يشكل عائق حقيقي أمامه. ونأكد لك تونس لن تتمكن من الحصول ولا على دولار واحد مدام الوضع السياسي على ما هو عليه. للأسف الشديد كلنا قلنا 25 جويلة ضروري، 25 جويلة تمنينا وأنه يضع حد
للبرلمان، لكن تمنينا انه وقع تنظيم انتخابات تشريعيه جديده، تمنينا لو انه دخلنا في حوار سياسي، تمنينا لو انه دخلنا في حوار اقتصادي، تمنينا لو انه الرئيس اهتم بالشان الاقتصادي وكما يهتم بالجانب القانوني والدستوري وما الى غير ذلك، تمنينا لو عنده مستشارين اقوياء عظماء في المجال الاقتصادي والمالي. انا نتالم برشا كي نسمع الحوار اللي داير بين رئيس الجمهوريه وبين نواب الاتحاد الاوروبي وهو يحكي لهم على القرن 18 وعلى مفهوم السياده. مش هذه مشكل تونس، اذا ما مشكل تونس كيف سناتي بالموارد باش نمول اقتصادنا وباش نوفر الغذاء والدواء للشعب التونسي. للاسف الشديد وضعنا صعب وصعب جدا. يعني سي محسن، يعني سي محسن سامحني، يعني سي محسن، بخلاف الازمات المشتركه بين كل الدول اللي هي الكورونا والكورونا والحرب الروسيه وغيرها، معناها عندنا ازمه اخرى اللي هي الازمه السياسيه اللي هي طبعا طبعا هذا اللي حبيت نقوله. ولكن نختم بكلمه اقل من ثانيه. شوف، عندنا ميزه مش عند الدول الاخرى، احنا عندنا اقتصاد قادر باش يرجع للنمو بسرعه لو كان نقوم بتهيئه الاجواء السياسيه والاجتماعيه والامنيه، ونقوم ببعض الاصلاحات نرجع المشاريع ونتلهى نجلب الاستثمارات الاجنبيه المباشره كما قال صديقنا من اللي كانت اللي تبحث الان عن ملجا. يعني النجم نكون في وضع أفضل بكثير. تونس عندها مقومات الاقتصاد القوي، ولكن للأسف الشديد وضعنا سيء جدا الآن نتيجة الأخطاء اللي ارتكبت خلال 10 سنوات واللي تتواصل ترتكب الآن بشكل آخر. واضح. نشكرك برشا سي محسن حسن الخبير الاقتصادي على قبول الدعوة ومدنا بكل هذه التفاصيل. هكا نكون وصلنا لختام غيكاب لليوم. نشكرك برشا سي حمادي البقلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام، أمنا بخيت في الإخراج التقني مشكورة، سهيل في الديجيتال، أنس الهمامي في ستاندر، كنت معكم سهام حمدي في الميكرو. نشكر زادة زميلنا بلال الدريدي. ما ننساوش نتقابل غدوة في غيكاب جديدة في لمن. ريكاب ميدي، متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام.